الأسبوع ده مرت سنة على طوفان الأقصى، 365 يوم ما وقفتش آلة القتل الإسرائيلية فيهم ساعة واحدة، سنة من الحصار والتجويع والإبادة، سنة كشفت لنا حقائق جايز كنا عارفينها بس ما كناش شايفينها بالوضوح ده، سنة عرفتنا مين اللي كان بيتاجر بالقضية ومين صاحب مبدأ، سنة من الخذلان والتواطؤ والمشاركة في قتل شعب أعزل، سنة مفيش في إيدينا حاجة نعملها غير إننا نترحم على الشهداء ونرجع بعدها نتسحل في دوامة أسعار الكهرباء والبنزين والبطاطس وترندات التجاني وهادية غالب والمعلم صبحي كابر. عمرو أديب عن تدشين مشروع رأس الحكمة. انتوا ناسين الدولار ابو 80 و90؟ انتوا ناسين بس، انتوا ناسين الدولار ابو 80 و90 وكان رايح على 100. انتوا بتنسوا كان في مين يعني بيخبط علينا وعايز يعمل استثمار. بقول لك انت في سنه 11، انت في سنه 47. اسالني كده اقول لي يا عمرو الرقم ده جاي تاني السنه الجايه. ودي حاجه تتنسي برضو يا عمرو. ياه يا جدع، دي كانت ايام وعره قوي. الحمد لله لولا مشروع راس الحكمه كان زماننا روحنا في 60 داهيه. وادينا بنجني ثمار المشروع والدولار بقى ب 50 جنيه بس. انجاز انجاز يعني، مفيش كلام. انت مالك بتسخط فينا كده؟ زي ما نكون احنا اللي خدنا قروض وصرفناها على الهجايص والمشاريع الفنكوشيه وداينا البلد لطوب الارض، ولازم بقى نتحمل نتيجه اخطائنا ونسبح بحمد السيسي ومحمد بن زايد عشان انتشلونا من الخيا اللي وقعنا فيها بسبب استهتارنا ده. احنا مش ناسين الدولار ابو 80 جنيه ولا ناسين الدولار ابو 5 جنيه اللي انت وشله المقاطيع عملتوا مناحه ونزلتوا ولوله لما وصل لسبعه، بس ساعتها كانت فتحه الصدر ببلاش ومرسى الله يرحمه بيتاخد غسيل ومكوى يوماتي، لكن دلوقتي تعرص لبيع البلد عادي وتشتغل منادي عليها كمان. اللي حصل في راس الحكمه مش استثمار يا عمرو، اللي حصل اسمه بيع يا حبيبي. ومفيش دوله بتبيع اللي وراها واللي قدامها عشان تحل ازماتها الاقتصاديه وتنزل سعر الدولار كام جنيه، واللي هو نزول مؤقت لان فلوس البيع مصيرها تخلص، لانك ما بتوجهاش لمشاريع انتاجيه، لا ده انت بتسد بيها ديون عشان تستدين تاني، يعني انت واقف محلك سر. السيسي في دول العامل في مجال الحاسبات والرقمنه بياخد 30 و40 الف دولار في الشهر. حاسبات ورقمنه، وده حاسبات ورقمنه، ولكن مستوى التعليم ومستوى التاهيل ومستوى الاجاده مختلف. كم؟ 30 40 الف دولار في الشهر و50 الف دولار في الشهر كمان. طب ده معناه ده متاح لابناء وبنات مصر؟ طبعا. هو مش كان بيقبض 100 الف دولار من كام شهر بس؟ يا اخي الدنيا اتقلت بركتها، مفيش حاجه بتفضل على حالها. طب يا ريس نحلف لك بايه؟ ان مفيش حد من اللي شغالين في ترابنتين ام الرقمنه بيقبض كده، وان اجدعها مبرمج بيقبض 10000 دولار. نفسي اعرف بس مين اللي زرع لك الفكره الهباب دي في دماغك المقلقسه. اقعد انت بس قول لنا الرقمنه والميكنه وتحسسنا انك مفطوم على مسلسل ابطال الديجيتال، ومع ذلك الحكومه بتاعتك كل شويه تفتكس لنا ورق ملوش 30 لازمه وتدفعنا فيه مبالغ وقدرها وهو ما يسواش ثمن الحبر اللي عليه. السيسي وبن زايد يشهدان اطلاق مشروع راس الحكمه. اليوم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين وعدد من رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي. الرئيسان شهد عرض. يلا بالتوفيق. واخدين بالكم اخوانا ان بن زايد جاي بنفسه يدشن المشروع، مع انه كان ممكن يبعت اي حد، ده في الاخر يعني مشروع استثماري عادل بيه، مش محتاج ان رئيس الدولة هو اللي يدشنه ويصطحب معاه تابعه قفة. بس هو قصد يقول لنا وش ان الحتة دي بتاعتي ولاية اماراتية يعني وملكوش حاجة فيها، عشان لو لسه في حد مصدق ان الصفقة دي مجرد استثمار ومصر داخلة بالارض وليها نسبة من الارباح، يعرف ان مصر باعت وقبضت الثمن وان راس الحكمة بقى زيها زي تيران وصنافير وزي منجم السكري ومصر ملاش اي سلطة عليها. اوسخ ما في الصفقة دي ان الناس اللي اتهجرت من ارضها بالقوة وتهدت بيوتها على دماغ اصحابها، الدولة مش بس مش هاين عليها تديهم تعويض عادل، لا ده مفيش تعويضات اتصرفت من اصله. لحظة وصول السيسي ومحمد بن زايد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية. ألا مالك يا ريس واقف على جنب كده زي البلحه المعطوبه ومكشوف وعرقك مرقك كده ليه؟ هو الشيخ محمد غريب مش كفايه صرمحه على كورنيش العالمين وقعدات حبيبه في الكافيهات لحد كده؟ الراجل شكله استجدع معاك وجاي يطلبك رسم اهو، مكشوف ليه بقى؟ يعني اظن مفيش صوره اوضح من كده للرخص والذل. السيسي مطاطي راسه زي العبد وناقص ينزل يلحس جزمه ولي نعمته، يمكن يجود عليه ويرمي له سر الدنانير يشبرق بها نفسه. وحقيقه انا مش فاهم ايه سر وقفه العذراء في خدرها دي. مصطفى الفقي الرضوخ لسد النهضه يفتح الباب لعشرات السدود.
ويجب أن نحفظ حق الأجيال القادمة. أنا عايز أقول إن سد النهضة مشكلته الحقيقية مش حجز مياه، مش شح حماي، لا، لي زراع مصر وفرض أراضي الدولة الإفريقية شقيقة وصديقة، قل فيها ما تشاء تاريخيا، ولكنها تحاول الآن أن تشارك بأنها تتخذ قرارات أحادية، تتخذ مواقف من جانب واحد، وعليك أن ترضخ. الرضوخ هيفتح باب مش سد لعشرات السدود، وبيخلي صورتي هفية قدام العالم. وطبعا لا، إن شاء الله ما فيش أجيال قادمة ولا حاجة. رضوخ هو لسه هيحصل رضوخ، ما الرضوخ حصل خلاص واللي كان كان. انت حاليا في مرحلة بناء عشرات السدود بالفعل، انت بقيت ملطشة. اثيوبيا عملت منك عبرة لمن لا يعتبر، وفرجت أمة لا إله إلا الله عليك وانت واقف قصادها زي العيل الخايب، ولا عرفت تاخد منها حق ولا بطل، ولا عرفت تتفاوض ولا تتخانق، ولا كان عندك كروت ضغط. وبدل ما تشوف لك حل في المصيبة السودة دي، جريت تعمل حركة خايبة وتبعت شوية عساكر على الصومال على أساس بتردها لأثيوبيا. يعني حاج مصطفى، انت ساعتك مؤخرة 10 سنين ولا ايه؟ انت بتهري في الهالك يا باشا. مصطفى مدبولي، قناة السويس فقدت 60% من إيراداتها بسبب الأحداث في المنطقة. ليها تأثير كبير جدا 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 النهاردة. لما أنا أكون النهاردة بقالي 6 شهور، قناة السويس بقت فقط أكتر من 60% من إيراداتها. يعني أنا كل شهر عندي خسائر من 550 ل 600 مليون دولار. دي كانت فلوس بتدخل للدولة المصرية بتساهم في يعني تلبية احتياجات الأساسية للدولة فقطها. فالنهاردة أنا بتكلم في خسائر وصلت فوق 6 مليار دولار. دول كانوا أرقام. السيسي تف التف، كلكم هتقعدوا تفوها ببق بعض بقى. بالظبط كده زي حكاية 9 مليون لاجئ. والاثنين كذب. لا مصر عندها 9 مليون لاجئ، ولا قناة السويس فقدت 60% من إيراداتها. قناة السويس إيراداتها تراجعت بسبب الأحداث في غزة طبعا، محدش يقدر ينكر ده، وانتوا المسؤولين عن اللي حصل مش حد تاني. لكن التراجع ده ما وصلش 60% ولا حاجة، وده حسب كلام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اللي قال إن القناة حققت 3 مليار دولار. يعني الخسارة 3 مليار تقريبا مش 7 زي ما ساتك بتقول انت واللي مشغلك. وكالعادة هتاخدوها حلوة نفس الوانة وتعملوا منها شماعة جديدة تعلقوا عليها فشلكوا وخيبتكوا التقيلة، وكأن قناة السويس دي كانت بتصرف علينا مثلا. ما انت كنتوا بالعين الإيراد كله في كروسكو، ما كناش طايلين منها الأبيض ولا سود. السيسي، أشكرك يا شيخ محمد إنك أصريت تكون معانا رغم مشاغلك، ده شرف كبير لينا. أخي الحبيب والصديق الحبيب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، اسمح لي ان انا ارحب بيك وبالوفد المرافق ليك، واسمح لي ان انا اشكرك على انك اصريت انك تكون موجود معانا النهارده. انا عارف المشاغل الكتيرة اللي موجودة لفخامتك، ولكن نبطش افراح والله. لا، ادائك مش عاجبني رياسة. ينفع الترحيب يبقى على الناشف كده؟ وط على ايد سيدك حبها، ده انت لحم خدودك من خيره. اتمحلس يا اخويا اتمحلس. ناوي تبيع له ايه المرة دي؟ يكونش عينه من الجيش. عشان كده اصر والح انه يحضر معاك رغم مشاغله واملاكه اللي نازل يتفقدها. ما هو لازم يعين البضاعه بنفسه. بيعه له يا ريس، احنا مش عاوزينه في حاجه. اقول لك اجره له باليوميه، اذ لربما نعوزه في حاجه كده ولا كده، يعني الامر ما يسلمش برضه. والشيخ محمد زبون وصاحب مكان، مش هنختلف معاه. يعني ده انت عملت له صوره بالكهارب هو وابوه لعلعت في سماء المحروسه، ما هو دافع بقى. وكل ده اتعمل في حفل التخرج ما تخصوش من قريب ولا بعيد، ولا في اي مبرر منطقي لحضوره اصلا. لا، وكمان السيسي قاعد لازق ومكلبش فيه. وده بجد والله يا اخوان، السيسي مش حاطط فاصل بينه وبين كفيله، في حين الفاصل ده موجود في الناحيه الثانيه. النكته بقى ان محمد بن زايد مشي بدري وبقى عدلي منصور هو اللي جنب السيسي، راحوا حاطين الفاصل تاني. العلاقه الاثيمه دي مش مريحه اطلاقا. الشك هيموتني. مصطفى بكري، هيومان رايتس ووتش والعفو الدوليه مطلعين بيان على قانون الاجراءات الجنائيه وبيخرسوا عن فلسطين ولبنان. 4 منظمات دولية مش إشي، مش عارف، هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وكم منظمة كمان مطلعين بيان على قانون الإجراءات الجنائية، وإن القانون يحد من حقوق المتهم. يا عم تعالى شوف القانون، تعالى ناقشه، ممكن يبقى فيه ملاحظات، ماشي أوكي، ما احنا بنناقش ده وحنناقشه في مجلس النواب، وكل الملاحظات تبقى موجودة، وجرت حوارات مع نقابة الصحفيين ومع نقابة المحامين ومع حتى يعني القضاء وأي حد ليه ملاحظة معينة. ولكن فلسفة هذا المشروع هو أن نوجد ضمانات حقيقية ليس للمتهم ولكن لكل الفعاليات المرتبطة بمثل هذا القانون. أنا بسألكم بقى، فين حقوق الشعب الفلسطيني اللي جاب القلعة عند البحر؟ ولا انت قصدك ان قانون الاجراءات الجنائية ما يفرقش كتير في وسخته عن اللي بيحصل من اسرائيل، وانه بينتهك حقوق الانسان زيها؟ هو انا عارف ان ده مش قصدك، بس هلبسك مصيبة ووديك في داهية عشان تحرم تعرس لقانون مشبوه ومرفوض من كل القطاعات الحقوقية. القانون اللي مش بس بينتهك حقوق المواطنين، لا، ده بيدي صفة الضبطية القضائية لأي حد معلق دبورة وبيتعمد يقتل منظومة العدالة ككل، وبيقول لك بالفم المليان المتهم مجرم، ولو ما كانش مجرم احنا هنخليه مجرم بمعرفتنا. وعشان تبقى عارف يعني، ومن باب العلم بالشيء عشان ما تطلعش تعرس عمياني، فالعفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ادانوا الحرب على غزة وطلعوا اكتر من تقرير اتهموا فيه اسرائيل باستهداف المدنيين واستخدام سلاح التجويع، ووصفت اللي بتعمله اسرائيل بانه جرائم حرب، اللي هي اتهامات واضحة وصريحة لا انت ولا اللي مسرحك استجريتوا تقولوها في وش اسرائيل. احمد موسى، الجيش قبل العيش.
تقول ايوه الجيش قبل اي شيء، وده حمايه لل110 مليون مواطن، وده حمايه لينا انه لازم جيشك في كل وقت يبقى قوي جدا، مش قوي بس جدا، لمجابهه اي تحديات. وحياه امك ناكل زلط يعني عشان نسلح جيش ملوش فيها اساسا؟ اذا كان الجيش سايب الحدود وشغال في المكرونه والجمبري وراشق في ايوتها سبوبه، فانت عاوز الشعب يجوع وياكل بعضه والساده اللي وقت وعيلهم ياكلوا بقلاوه يطفحوها بالسم الهاري ان شاء الله يوم ما يحصل حرب يا موسى، وده مستبعد يعني، فمحدش هيترمي على خط النار الا المجندين الغلابه اللي انت مستخسر فيهم وفي اهليهم لقمه العيش. ونروح بعيد ليه؟ هو انت مش بتبعت عيالنا على الحدود من غير تسليح ولا تدريب واسرائيل بتصطادهم زي العصافير؟ واللي بيموت ما بتستعنوش تقول اسمه حتى، بتسموه عنصر امني. مفيش امن ولا استقرار هيتحقق والناس جعانه، ومفيش اولويه لحاجه قبل سد جوع الناس. ربنا سبحانه وتعالى قدم الجوع على الخوف، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. السيسي: سلامه هذا الوطن لم تكن لتتحقق لولا صمود الشعب وتضحياته. ودعوني أؤكد في ختام كلمتي أن سلامة هذا الوطن ما كان لها أن تتحقق في مواجهة تلك التحديات التي مررنا بها على مدار السنوات الماضية لولا صمود هذا الشعب الأمين ووحدته. فتضحيات أبناء هذا الوطن هي نهر عطاء مستمر على مدار التاريخ، وإن اختلفت صورها وستظل مصر بوحدة شعبها أكبر من جميع التحديات والصعاب، وسيستمر تقدمها للأمام محفوظا بنصر الله ورعايته وإرادة وعزيمة أبناء هذا الشعب الكريم. كل عام وأنتم بخير ودائما وأبدا، وبالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. طب مش كفايه تضحيه وصمود لحد كده يا مريسه؟ يعني الشعب ده ملوش نفس يتشخلع ويتدلع شويه؟ هنقضيها تضحيات كده على طول؟ هنفلق منا كده يا ريس؟ ولا انت منى عينك تصحى من النوم تلاقينا مفلقين وتخلص مننا بقى وتستربع على عرش المحروسه تحكم الكام نفر اللي بيعرسوا لك؟ مفيش وطن بيقوم على تضحيات الناس. العلاقه بين الشعب والوطن لازم تبقى علاقه منفعه متبادله، هات وخد، لكن نضحي ونصمد عشان خاطر سلامه عيون الوطن ونولع احنا بجاز يعني؟ يبقى ابوك لابو الوطن. ثم ان مسمى الوطن ده مسمى عبثي، اشتغاله بتشتغلوا بيها الناس عشان تستغلوهم وتسرقوا قوتهم وتحكموهم بالعافيه. احمد موسى: طول ما ارضك محتله ما تتكلمش عن انتصارات. هو من يفرض السلام زي ما احنا عملنا كده بالظبط، المنتصر هو الذي رجع كل ارضه، كل شبر من اراضينا، هذا هو المنتصر الحقيقي. اللي يعمل كده يبقى انتصر، غير كده ما يبقاش انتصار. اي كلام بقى، صواريخ، شويه بومب من هنا، شويه مش عارف كاتيوتا، كل ولا شيء. طب قول لنفسك، ما انتوا بقالكم 50 سنه بتحتفلوا بانتصار اكتوبر وعمالين تحلبوا فيه وتالفوا في قصص وبطولات لحد ما الواقع اختلط بالخيال ومحدش بقى عارف الحقيقه، وكمان طلعت تتنطط لنا زي فرقع لوز وتقول ان انتصار محدش يقدر يحققه الا الجيش المصري. ليه يعني؟ هو الجيش المصري خرطوا الخراط واتمدد مات؟ امال لو ما كانش انتصار محدود كنت عملتوا فينا ايه؟ وبتلقح على مين؟ حماس ولا ايران؟ طب على الاقل دول قادرين يحدفوا حاجه على اسرائيل. الدور الباقي على اسرائيل فتحاه ومجرساه وقتلاله جنود وهو محتفظ بحق الرد، ولو في حد ارضه محتله اهو بيقاوم وواقف بطوله قدام آلة قتل ممنهج. لكن ايه رايك بقى في اللي بيبيع ارضه برخص التراب؟ ايه رايك في اللي ملهوش سلطه على منجم الذهب اللي حلته واللي اسرائيل بقت شريكه فيه؟ احتلال ده ولا مش احتلال يا حبيبي؟ مصطفى مدبولي: مش عارفين كمان ساعتين ممكن يحصل ايه؟ ممكن تغيير جذري يؤثر علينا لعقود. ليس من المبالغه ان احنا قاعدين النهارده وممكن نقعد ساعتين ثلاثه احنا مش عارفين في الساعتين ثلاثه ممكن يحصل ايه، واحنا قاعدين دلوقتي من الوارد يحصل تغيير جذري في بعض اللي بيحصل دلوقتي يؤثر علينا لعقود قادمه، يعني من كتر تداعيات هذا الموضوع. فبالتالي يمكن احنا طبعا بقينا في حاله عدم يقين هائله بتملي على قادر كريم اللي فك عقده لسانك يرجع يربطها. ما تصدقوا انتم مصيبه تحصل في العالم عشان تعلقوا عليها فشلكم وخيبتكم القويه. اسرائيل تضرب لبنان وإيران تدخل على الخط، تزيطوا انتوا بقى، تمسكوا الربابة وهتك ينوح على العالم اللي مولع والتغيير الجذري اللي هيحصل والأسعار اللي مضطرين نرفعها الطقطقين وتلاتة، ولو حد فتح بقه يبقى مش حاسس باللي بيحصل حوالينا، ومش مقدر نعمة الأمن والأمان والاستقرار اللي السيسي أنعم علينا بيهم، واللي عشان نحافظ عليهم لازم نحط الجزمة في بقنا ونفضل ساكتين، وإلا هيحصل لنا زي ما حصل لعبد الشكور. أنا نفسي أعرف مدبولي جايب منين الثقة اللي بيتكلم بيها عن حكومات العالم اللي لايصة ومحتاسة ومش عارفه تخطط للمستقبل بسبب اللي يحصل. يا حبيبي العالم زي الفل ومذاكر صفحه الازمات كويس وعنده رؤيه واضحه وخطط بديله، مش ماشي بالبركه اللي مش موجوده من اصله. كونك انت قاعد في موقع المفعول به وبتتفرج على اللي بيحصل ومستني تشوف تاثيره عليك، ده مش معناه ان باقي العالم زيك. طب انت عبيط وبرياله تحط العالم معاك ليه؟ احمد موسى: مصر تمتلك ذراع طوله للوصول لاي مكان في الاقليم اذا لزم الامر. وصل للجميع والناس عارفة والكل عارف. عايز أقول لحضراتكم رسالة، رسالة مهمة: تمتلك مصر ذراع طولة تصل لأي مكان في الشرق الأوسط وفي الإقليم وفي المنطقة إذا لازم الأمر. ده إذا لازم بقى، لكن زي ما أنتوا شايفين كده مفيش أي حاجة تستدعي خالص إن مصر تمد إيدها الطويلة وتدور التلطيش في الإقليم. لا إسرائيل ضربت المعبر ولا قتل الجنود ولا نهر النيل راح في الوبا ولا أي حاجة خالص. عشان كده مصر قاعدة مؤدبة ومربعة إيديها، بس اوعى وشك ما
مفيش مانع ان مصر من حين لاخر كده تطلع الدبابات والفراقيط والطيارات من نيش وتعمل بها اجدعها عرض عسكري واصطفاف معدات. وده مش عشان توجه رساله للعالم، سمح الله، العالم عارف كويس ان الشو ده مش ليه، ده للشعب، عشان لو الشيطان لعب في دماغه وافتكر ان اللي حصل قبل كده ممكن يتكرر يبقى عارف ومتاكد ان الجيش جاهز يفرد في البلد في 6 ساعات كما قال الزعيم الملهم عمرو اديب. العرض العسكري بتاع التخرج بيقول للناس اطمنوا، دي قدرات مصر. رسالة واضحة للداخل والخارج، عشان برضو الناس اللي غاوية ايه يعني كل حاجة يرمي عليها تراب. لا، انا بقول للناس اللي جوه، يا جماعة يا شعب مصر يا شعب عظيم، ارجوك كلمة واحدة، اطمئن اطمئن. ما احنا مطمئنين على الاخر الصراحة. الرئيس مش مقصر معانا في موضوع رسائل الطمأنة دي، كل شوية يظرفنا رسالة انقح من اللي قبلها. بس يعني معلش لما اخطف السؤال عمرو، يعني قدرات مصر دي بتتحدد بناء على ايه؟ هو انت لما تجيب لنا شويه طلبه في الحربيه مترصصين في صفوف وكم مدرعه على كم طياره بتخمس في الجو وهي شايله علم مصر والامارات كده بقى عندك قدرات؟ انت كده ما بتعرفش يا حبيبي، ده حتى من اسمه عرض شو يعني مش اكتر، حاجه كده لزوم الفرجه والتفاريح والفرفشه على ولي النعم وكفيله، لكن ما بياكدش ان عندك اي قدرات. يا حبيبي الجيش بتاعك لم يختبر بعد ومش عاوز يختبر لانه مش مذاكر، زي حارس المرمى اللي ما تشطش عليه ولا كوره. من الاخر الجيش ما تحطش في اي مواجهه حقيقيه عشان تعرف قدراته دي شغاله ولا هتهنج من اول قلب. وزير الصحه، انخفاض معدل الانجاب الى رقم غير مسبوق في تاريخ مصر. لما تم اعلانه من خلال الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء اخيرا ان احنا نصل الى 2.5 طفل كمعدل انجاب في السيده في عمر الانجاب من 15 ل 49 سنه. ده ما كانش سهل، كان مجهود كبير جدا اشتغلت فيه قطاعات الدوله كلها، لكن الحقيقه مش ده المستهدف. احنا نستطيع ان نصل الى مستهدف افضل من كده وتاني ليس عددا، ولكن هذا للحفاظ على هديته امبطيته قطعته خلافنا وارتحته. وشاهد شاهد من بلحها، الشعب المصري ما بقاش يخلف كتير ولا حاجه، فخلي البيضه اللي على الرئيس تنزل بقى ويبطل يعايرنا بعدد السكان. الناس سمعت كلام الحكومه وبقت تخلف عيلين وبحد اقصى 3، والوزير شايف انه حقق نجاح غير مسبوق وان جهود الوزاره جابت نتيجه مع الشعب اللي كان عمال يخلف عمال على بطال ده. يا حبيبي الناس معهاش فلوس تتجوز عشان تخلف، سعادتك ما حققتش نجاح ولا نيله، ده انت جبت للناس احباط وسددت نفسهم وخليتهم يستتقلوا نعمه ربنا ويخافوا يجيبوا عيال. حتى اللي ظروفه الماديه معقوله خايف من بكره بتاع السيسي لانه عارف انه هيكون اسود من قعر بير بترول في الصحراء الغربيه. خبيره ابراج صبحي كابر، حقه هيرجع بعد 3 اسابيع. الازمه طبعا كبيره، الازمه يخرج منها بالف سلامه يا رب. طيب هو هيخرج منها 3 اسابيع بالكثير والموضوع هيتحل، لان هو نقدر نقول انه تعرض لمؤامره، وفي هنقول حد من حد يعني مش عايز اقول منصب او جهه، يعني حد عنده نفوذ هيقدر ان هو يساعده وهيحل له الموضوع، وفي خلال 3 اسابيع ان شاء الله حقه هيكون راجع له بشكل كامل يا رب. يا رب، لان هو تعرض يعني لمكيده اللي حصل له دي مشكله. نعتبر ده وقت. طب ما تدعبسي كده في الكوتشينه السحريه اللي قاعده تفنطي فيها دي وتشوفي لنا المرار الطافح اللي احنا فيه ده هيخلص امتى، ولا هو يعني صبح كابر ده على راسه ريشه ومندله مفتوح قدامك على البحري واحنا اولاد البطه السوداء؟ مالناش نفس يعني حد يقرا لنا الطالع ويعرف لنا الازمات اللي طحنتنا دي هتخلص امتى؟ شكل كده مالكيش في المواطن محلوب الدخل، بتلعبي بس على اللي معاه ملايين. لا، وكمان عرفتي ان حل الازمه هيكون على ايد حد عنده نفوذ. على اي حال احنا عارفين بختنا كويس ومش مستنين خبره حضرتك، اصلها مش محتاجه فكاكه يعني، طول ما غراب البين قاعد في قرابيز اللي خلفونا فاحنا ضايعين لا محاله. شعبه الدواجن، الكتكوت هو السبب في ارتفاع اسعار الدواجن. الشركات مبالغه جدا في انتاج الكتاكيت في اسعارها، هيتم الاجتماع معاهم قريب، لان تكلفه الكتكوت لا تتعدى ال 20 جنيه، فليه توصل للمستهلك 52 جنيه؟ ده طبعا يعني شيء 20 جنيه يعني ده صغير بس يحير. ليه كده يا كتكوت؟ هتبقى انت والزمن علينا. اي هري في اي بلح. المشكله مش في الانتاج، المشكله في سعر الكتكوت. بعد شويه المشكله هتبقى في بيض التفريخ، شويه كمان تبقى المشكله في الفراخ البياضه، وكلهم السبب فيهم اصحاب المزارع الجشعين اللي رفعوا سعر الكتكوت ووصلوه فوق ال 50 جنيه. لكن محدش هيجيب سيره عن اسعار الاعلاف والكهرباء والميه والغاز والبنزين اللي الدوله بترفعهم مرتين في الاسبوع واللي كلهم بيرفعوا تكلفه الانتاج. في جزء من الزياده مسؤول عنه التجار طبعا، لكن اللي بيعمله التجار مجرد رد فعل للي انتوا بتعملوه. ما هو التاجر الاصل فيه ان هو بيدور على انه يكسب، مش عاوز يخسر يعني، لكن مش الاصل في الحكومه انها تسرقنا. عشان كده الجزء الاكبر من الازمه الدوله هي المسؤوله عنه. الوضع الاقتصادي المتذبذب رفع اسعار الخدمات كل يوم والتاني، رسوم التراخيص والضرايب وخلافه، كل ده بيصب في مصلحه الكتكوت. السيسي، ما عندناش في مصر اجنده خفيه تجاه حد. وهنا اتوقف عند نقطه مهمه اكد عليها، ان احنا ما عندناش في مصر لا القوات المسلحه ولا الدوله المصريه ولا اي مؤسسه من مؤسساتنا عندها اجنده. ما عندناش اجنده خفيه ولا واضحه. اجنده خفيه يا ريس، ده البلد ماشيه بالزق. سيادتك راضي بدور الشماشيرجي اللي بيخدم على العالم، يقفل معابر، يحاصر غزه، يحبس لاجئين ويقبض الثمن.
والاجنده اللي عندك وشغاله زي الفل اجنده ضد الشعب، هو ده اللي بتخططوا له على رواقه كده وبتعملوا له خطط حلب وكبت وتحجيم ما تخرش الميه. الشعب بس هو اللي بتعرفوا تفردوا قلوعكم عليه وتمسكوه من ايده اللي بتوجعه واللي ما بتوجعوش كمان، مكتفينه وبتبيعوا البلد وبتنهبوها قصاد عينيه وهو مش قادر حتى يقول لكم بم لانه عارف اجرامكم كويس. فانت بتنفي عن نفسك تهمه مش موجوده لانك مش مصدر تهديد لحد، ولا انت صدقت ان رصه المعدات دي هتبث الرعب في قلوب الاعادي فبتبعت لهم رسائل تطمين مثلا؟ محدش خايف منك يا حبيبي لانه كله عارف اخرك وكله عارف ان سلاحك واجنداتك وقوتك الغاشمه موجهه للشعب مش لحد تاني. ترشيح وزير الماليه السابق محمد معيط لمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن الدول العربيه. كشفت مصادر هامة عن ترشيح الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق لمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن الدول العربية والمالديف خلفا للدكتور محمود محي الدين الذي انتهت فترة عمله بالصندوق أمس. إيه يا زين ما اخترته؟ شهادة لله الراجل خبرة في موضوع السلف والدين ده، ويعتبر أول وزير مالية على وجه الكوكب ذهنه يتفتق عن حل عبقري لمشاكل الديون المتلتلة اللي لبسنا فيها هو واللي مشغله. تفتكروا الحل كان إيه يا ولاد؟ إنه يستلف تاني. آه خلاص كده. ما أنتوا فاكرين إيه يعني؟ البيه كان ممشي الدنيا تلبيس طوائف وشايف ان ده الحل الوحيد المتاح قدامه. اظن مش خساره فيه بقى ان الدول العربيه عن بكره اللي خلفوها ترشحوا للمنصب الرفيع ده. ونسيت اقول لكم ان اللي كان ماسك المنصب قبل المرشح المحتمل ده كان محمود محي الدين، يعني برضه مصري وسماره لونه مصري، وده لان مصر بسم الله ما شاء الله ليها باع طويل في الاستدانه، ده غير انها اكتر دوله عربيه واخده قروض من البنك الدولي. امسكوا الخشب يا اخوانا عشان احنا مديونين ب 15 مليار دولار، حاجات دي بتتنظر معلش. بعدنا مين بقى يا ولاد؟ المغرب، ودي عليها 2 مليار دولار. شايفين الفرق الخزعبلي؟ يبقى احنا حقنا نمسك المنصب ولا مش حقنا؟ اللواء ياسر وهبة: قسما بمن رفع السماء لن تخفضي يا مصر هام الكبرياء. الآن جيل يملأ العين فاطلب المستحيل، إن في ساحة الفداء شبابا يعدل الفرد بينهم أسطولا. قسما بمن رفع السماء لن تخفضي يا مصر هام الكبرياء. لا حول ولا قوة إلا بالله، وده جالها منين الكبرياء ده إن شاء الله؟ يلا الله يكون في عونها. معلش كبرياء يا اسطى، ما توحد السيسي في قلبك كده، ده انتوا بتشحتوا من طوب الارض وكنتوا هتموتوا من القهره لما امريكا حجبت جزء من المساعدات، ولما رجعتها كان فضل تتحزموا ترقصوا. ده اثيوبيا واسرائيل عملوا كبرياءكوا زعافه ومسحوا بيها تراب الكوكب كله وانتوا واقفين تتفرجوا عليهم، ده انتوا ما رفعتوش في وشهم قصافه حتى. وكلكم والسيسي اللي مدلدل رقبته قدام الامارات والسعوديه وبيبيع لهم البلد جمله وقطاعي يكوم تاني، قال لك كبرياء، ده كبرياء امك مزيكا. السيسي ننادي بوقف اطلاق النار وعوده الرهائن وادخال المساعدات. قلنا فيها ان احنا واحد ايقاف اطلاق النار، عوده واطلاق سراح الرهائن، ثم ادخال المساعدات الى قطاع غزه عشان القطاع فيه اكتر من 2 مليون انسان، وال2 مليون انسان دول بقى لهم النهارده سنه تقريبا. خليك انت كده قاعد تنادي ولا حد معبرك، انت اصلا عاوزها تفضل ولعه عشان مغاره علي بابا تفضل مفتوحه لك وانت تغرف وتعبي، وده لانك غشيم وبتستسهل وتبص تحت رجليك، ورغم انك عارف انك ملطوط في حوار الحرب وان القناه اللي حيلتك هتخسر ووضعك الاقتصادي هيتنايل اكتر، ما عملتش اي حاجه عشان توقف الحرب، بالعكس شاركت في الحصار واتمرقعت في دخول المساعدات وعملت المعبر سبوبه ولعبت دور الوسيط الاهبل اللي لا بيحل ولا بيربط وماشي ينقل الكلام بين الطرفين وخلاص، وكانك مش مدرك ان من مصلحتك ان الحرب تقف، ولو انت بتتاجر بيها وعرفت تكسب من وراها دلوقتي فالخساره الثقيله جايه، بس ساعتها مش هتلاقي حد يسمع عليك ولا يمدلك ايده لانك بقيت كارت محروق. السيسي: القياده السياسيه منذ 51 كانت لها رؤيه بعيده تجاوزت عصرها. المهم في النقطه ديت اللي انا عايز اقولها ان بعد 51 سنه القياده اللي كانت بتقود الدوله المصريه في الوقت ده كانت قياده لها رؤيه بعيده جدا جدا، واستطاعت ان هي تتجاوز عصرها وتتجاوز ظروفها وتتجاوز الحاله اللي كانت موجوده فيها منطقتنا. داخل مزاجك قوي انبطاح السادات وقبوله باتفاقيه كارثيه سلمنا فيها لاسرائيل تسليم اهالي وتنزل فيها تنازلات حققت لاسرائيل مكاسب ما كانتش تحلم بربعها. مش هنخلص احنا من اسطوره السادات اللي كان سابق عصره ورؤيته المبعديه اللي ملهاش مثيل. هي فين الرؤيه دي؟ ده البعيد كان بيضبش وحط البلد تحت ضرس اسرائيل وامريكا، ومن يومها وهم نازلين جز على اسنانهم لما طحنونا. السادات ما يتخيرش عنك، جايز كان بيفهم عنك يعني، بس هو برضه قريل على المعونه وجايزه نوبل وفرقه المطبلاتيه بتاعته عايشته في وهم بطل الحرب والسلام لحد ما صدق نفسه وعاش الدور، فاما عدل الدستور بقى وافتكر انها دايماله. مش بقول لك ما تخيرش عنك، يلا
نسأل الله التسهيل. سمير فرج، البيجامات الكاستور فكرة الرئيس السادات. اللي في بيعتمد محله، فالرئيس السادات قال لهم لا انا عايز البسهم حاجه مصري، ينزلوا كده من الطياره تحس انهم جايين من مصر. قام واحد كلهم راح فاكرهم الجلابيات. الرئيس قال لهم لا انا عايز البيجامات الكاستور. الرئيس السادات إيه والله يا احمد والله عايز الكلام ده حصل، انا كنت حاضر. بس اتقالت من 2-3 وبالذات كان مدير المهمات يومها كان موجود وحاضر عشان هو اللي هيفصل لهم اللبس. تمام، فاللي صاحب الفكره دي بيجامات. والله انت اللي هيدور اراك هيلاقيها لا فكره السادات ولا نيله ولا في اي رسائل خفيه ولا بطيخ. واي حد يشوف صور الجنود المصريين المصابين في المستشفيات ايام الحرب هيلاقوهم لابسين بيجامات كاستور برضه. فالموضوع مش مقصود باهانه لحد ولا حاجه، يعني اسير وقاعد عندي شهور هلبسه ايه يعني؟ براندات ولا اسيبه عريان؟ ما هو طبيعي البسه اي حاجه يستر بيها جتته، مش هنقي يعني. وبما ان البيجامه الكاستور كانت بيجامه الشعب وقتها ومفيش حاجه غيرها اصلا، فالاسرى لبسوها طول فتره الاسر ورجعوا بيها عادي. ما السادات لو كان عاوز يقول وقتها انه متعمد يرجعهم بيها وان دي فكره عبقريه تبلورت في دماغه عشان يعلم بيها على اسرائيل، كان سرح بالشعب وقالها في مذكراته اللي عمل لها كتاب طويل عريض اسمه البحث عن الذات. لكن الهاريه دي ما ظهرتش غير مؤخرا، وانتوا بقالكم كام سنه قاعدين تشتغلونا بيها. احمد موسى، في دول لا تمتلك ربع اللي شفتوه في تفتيش حرب الفرقه السادسه. الفرقه السادسه فقط لا غير. تخيل حضرتك انه اللي قدامك ده قدام حضراتكم ده في دول، طب والله فيه دول وانا بحلف على الهواء لا تمتلك ربع اللي قدامك ده. دول يعني دول بيقول لك عندنا جيش، دوله تقول لك عندي جيش، طيب جيشك فيه قد ايه؟ ما فيهوش ربع ما لدى. ما هو مش بالكم يا موسى، عادي جدا ان يكون ريش على ما فيش، وهو كده فعلا منظر على الفاضي. يا فرحتنا بالفرقه السادسه والسابعه وتفتيشات الحرب اللي الرئيس حنتيره بيعملها كل ساعه والتانيه واللي محدش في الكوكب بيعملها. بس كل ده هينفعنا بايه يعني غير انه سيف متسلط على رقبتنا، رقبتنا احنا مش رقبه العدو. السلاح اللي انت فرحان بيه ده يا موسى واللي الشعب دافع ثمنه من قوته وقوت عياله، السيسي شاري نصه عشان يكسب العالم في صفه والنص الثاني عشان يحمي بيه نفسه. فزي ما تقول كده انه زي قلته بالنسبه لنا، ده غير ان شويه الهمبكه بتوعه دول بيكلفونا ايش وشويه وكله بالسلف والدين واحنا اللي بنسدد وراه. السيسي موقف مصر عادل تجاه قضيه عادله وهي القضيه الفلسطينيه. انا بقول الكلام ده دلوقتي لانه مهم قوي، لان احنا يمكن نكون ان مصر ليها موقف ثابت ما اتغيرش، هو موقف عادي تجاه قضيه عادله هي القضيه الفلسطينيه. هو كل اللي بنقوله بنقول ان احنا الشعب الفلسطيني حق. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك ما استعجبش ولا حاجه ولا حتى بصدقك. ولما هو موقف عادل وهي قضيه عادله وسيادتك عامل لنا فيها مناضل وبترفض الاجرام الاسرائيلي وتوسيع رقعه الصراع، ليه زقت زبانيتك يخطفوا الشباب اللي عملوا وقفه رمزيه على كوبري 15 مايو؟ الشباب اللي عددهم ما كملش 10 وكانوا واقفين بشكل سلمي وقالوا هتافات عاديه جدا بتدعم المقاومه وبتندد بجرائم الاحتلال، يعني ما جابوش سيرتك بحرف ولا قربوا من منشات عامه ولا خاصه ولا مثلوا اي تهديد على امن جنابك، ومع ذلك طلقت كلابك عليهم عشان يعتقلوهم ويخفوهم قسريا، ومحدش لغايه دلوقتي عارف المكان المحتجزين فيه ولا عارف ايه التهم المتوجهه ليهم. وكالعاده هيكون مصيرهم الحبس الاحتياطي والتجديد لمده لا يعلمها الا الله، زيهم زي اللي قبلهم وزي اي حد يرفع صوته في البلد دي. كامل الوزير، لن نترك مصنعا مغلقا، سنسحبه من صاحبه ونعطيه لمستثمر اخر. اراك توزع من مال امك، يعني تسحبه من صاحبه باي صفه؟ ايه الاليه اللي هتمكن جنابك من ده؟ هتاخده غصب واقتدار يعني ولا هتأممه ولا تعمل ايه بالظبط؟ واحد وبنى مصنع بفلوسه وصرف عليه دم قلبه ولسبب او لاخر قرر يقفله ويسيب الشغلانه ويتاجر مؤاخذه في البلح، هو حر؟ حد شريكه تجبره يرجع يشغله؟ يا اما تحط السيخ المحمي في صرصور ودنه وتسحب منه المصنع؟ يعني ده بيحصل في اي دوله في العالم؟ وطبعا المصنع لما يتسحب هيروح للجيش، هو في مستثمر اخر حلو بسمسم غيره؟ والجيش يلعب بيه شويه وبعد كده يبصيل الامارات، ده لو حبت تاخد لها لفه بيه يعني، ما حبتش اهو في ايد امينه بنت كلب عاوز اقطعها. ان جي انور، الفريق كامل الوزير قال ان المصريين بيستهلكوا ورق فويل ب 140 مليون دولار، ده رقم مفزع. التصنيع المحلي، توفير فرص العمل، تعزيز الشراكه مع القطاع الخاص، والحقيقه انه اللي لفت نظري كان تصريح الفريق كامل الوزير عن استخدام المصريين لورق الفويل، انه قال انه وصل استهلاكه ل 140 مليون دولار، والحقيقه ده رقم مفزع يا جماعه بصراحه، واحنا بنستورده من بره وبعمله صعبه في وقت احنا محتاجين فيه لكل جنيه. الف لا باس عليكم الفزع يا شاب، انتوا كمان باصين لنا في ورقتين الفويل اللي بنستخدمهم، وبنعمل لهم اعاده تدوير بدل المره 10. هم المصريين لاقين ياكلوا عشان يلفوا الاكل في ورق فويل. ومع ذلك يا استاذه يعني انت ووزير الفترتين لو حسبتوها بالورقه والقلم هتلاقوا ان نصيب الفرد ما كملش 70 جنيه في السنه، فالرقم مش مفزع يعني ولا حاجه، بالعكس رقم عادي جدا بالنسبه لعدد المطاعم والكافيهات والفنادق اللي موجوده في البلد. هو بنستهلك يا ست، انت مالك؟ هو انت ولا ست الفريق دافع لنا حاجه من جيبكم؟ ما كله بفلوسنا، انتوا لازم تشيلونا طين خيبتكم يعني. ما تصنع انت ورق فويل، حد قالك تستورده؟ وبعدين هم ال 140 مليون دول هم اللي يحلوا ازمه الدولار ويخلوه ال 10 بقرش؟ ما تشوفوا المليارات اللي بتدفعوها في الهجايص، خصوصا انت ابو ثلاث شغلانات واستك. لطفي لبيب، 6 اكتوبر نصر و7 اكتوبر نكسه. ذكرى 6 اكتوبر وانت احد ابطال حرب 6 اكتوبر، أيوه. بتقول ايه بالمناسبه دي خصوصا العالم العربي دلوقتي في مشاكل كتير؟ ايوه احب اقول ان 6 اكتوبر غير 7 اكتوبر.
6 اكتوبر نصر، 7 اكتوبر نكسه، نكسه بكل المقاييس. بس شعورك ايه وانت اخد ابطال حرب اكتوبر؟ لو هنتكلم عن حرب اكتوبر بالذات وذكرها، لا مش هنتكلم عنها دلوقتي لان احنا ديك شايف. زعلان على اللي بيحصل في غزه ولا طبعا طبعا نكسه نكسه بس. ما تحزقش كده فنان، ده انت عظمه كبيره بعدين تروح فيها ولا حاجه يا اخي. والله اكل العيش بيزل. بس هو بعيدا عن ان اراء الجماعه المشخصاتيه دول هي والعدم سواء، بس مصطلح نكسه ده كان من اختراع هيكل كمحاوله منه لتخفيف كارثه 67، واللي المهزوم فيها كان جيش نظامي عنده اسلحه ومعدات ودبابات ودفاع جوي وإشي مشير وإشي فريق وقائد اعلى وليله كبيره قوي سعادتك. ده غير ان الحرب كانت على جبهه وما كانش في مدنيين بيتم استهدافهم بشكل متعمد، ولا كان في اباده جماعيه ممنهجه، فما ينفعش تحاسب المقاومه بنفس المقاييس اللي بتحاسب بيها جيش. في الاخر دي مجرد مقاومه مسلحه، مش مطلوب منها تحقق انتصار ما حصلش في التاريخ. المقاومه دورها انها تقول انها هنا، انها لسه قادره تقاوم، وان قضيتها لسه حيه، وان لسه فيها الروح، وان لسه عندها نفس تصرخ في وش اسرائيل وتقول لها لا بصوت عالي. السيسي 2011 كان هدفها سقوط الجيش والشرطه والدوله تدخل في اقتتال اهلي ضخمه وطنها، وبقول لوطنها مش لحد، لان احنا في 2011 و2013 كان في اختبار حقيقي للقوات المسلحه. بغض النظر على ان اللي حصل في 2011 كان ترتيب ولا سوء تقدير ولا مؤامره، لكن كانت الهدف منها في الاخر ان جناحي الامه في مصر الشرطه والجيش تسقط وتسقط الدوله. يا دي 2011 اللي عامله لك خرم في دماغك، انت ما بتزهقش من الحدوته دي؟ ده احنا زهقنا لك سلف والله. انا مش عارف مزعلك في ايه، بس ده لولاها كان زمانك قاعد في بيتكم بالجلابيه وكبيرك يعني تكون ماسك قاعه افراح اللؤلؤ. ثمين الدستور، ايوه اللي انت عدلته وحشته فترات الاسيه، ده الدستور ده بيقول على 25 يناير ثوره وبيمدح فيها وكاتب لها ديباجه لوز العنب. ولا انت مش عاجبك الدستور اللي لسه حالف على احترامه من كام شهر وعاوز تغيره؟ بلاش الدستور او كله كلام فارغ. مش انت ذات نفسك كنت واقع في غرامها وقلت عنها في 2014 انها ثوره لا تقبل التشكيك، وكمان كنت عاوز تعمل قانون يجرم إهانة ثورة 25 يناير و30 يونيو، بس الحمد لله ما صدرش، وقال لك كان زمانك بتتحاكم بيه دلوقتي، وفضلت على المنوال ده كذا سنة كمان. إيه بقى اللي جد وخلاك تقلب على طمرة من غمرة، وتهاجم يناير كل شوية، وتسميها مؤامرة كمان؟ هي فعلا كانت مؤامرة، مؤامرة من الجيش على مبارك، والجيش استغل الشعب مخلب قط، وبقلشه هو وابنه من الحكم. فهل كلامك ده موجه لرجالتك في الجيش ورسالة إنك لو وقعت مش هتقع لوحدك وهتاخد جناحي الأمة معاك وأنت نازل؟ فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. أحد بقول لك تختار ال 20 جنيه ولا العلم؟ تختار ال 20 جنيه ولا العلم؟ تختار ال 20 جنيه ولا العلم؟ اختار. ماشي يا أبويا. للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان نوصلكم إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.